ننتقل إلى متابعة ملف آخر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تثبيت الموقف الحالي في ليبيا على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، وأشار السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى سعي مصر للتوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي. متحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي صرح بأن السيسي طلب نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف الأصعدة سواء ثنائيا أو ثلاثيا مع العراق. وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. كنا قد تابعنا أيضا منذ قليل مؤتمر الصحفي المشترك بين وزراء خارجية الدول الثلاثة مصر العراق الأردن، والتصريحات التي خرجت من هذا المؤتمر الصحفي حول التعاون الثلاثي بين الدول الثلاثة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وأيضا توحيد الرؤى فيما يتعلق بالملفات وقضايا السياسية. لمزيد من النقاش بينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة الأستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بحضرتك معنا في هذا النقاش. يعني أبدأ مع حضرتك فيما يتعلق بهذه المباحثات أو هذا اللقاء الذي تابعناه منذ قليل بين وزراء خارجية الدول الثلاثة، لا يأتي من فراغ، يعني يأتي بعد لقاء على مستوى القمة ولقاء آخر أيضا كان على مستوى وزراء التجارة والصناعة بين الدول الثلاثة. إذن سلسلة من اللقاءات، يعني يبنى كل لقاء على الآخر. كيف تقرأ هذه البنية من اللقاءات في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق؟ بداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. اللقاء الذي تم اليوم بين الوزراء الخارجية الثلاث إنما هو لقاء يأتي ترجمة للقاءات القمم الثلاث التي تم عقدها بين القادة الثلاث سواء كان في القاهرة في مارس 2019 أو في نيويورك في سبتمبر أو في أغسطس في عمان. اللقاءات أكدت على أن هناك إرادة حقيقية من القادة الثلاث على أن يكون هناك تكامل وأن يكون هناك موقف موحد سواء كان على الصعيد السياسي أو سواء كان على الصعيد الاقتصادي والاستفادة من المقدرات الدول الثلاث، وخاصة نحن نعلم أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها ومذكرات التفاهم بين الثلاث دول، الهدف منها هو تحقيق تنمية حقيقية بالنسبة للدول الثلاث والاستفادة من مقدرات الدول الثلاث. هناك العديد من المحاور تم مناقشتها خلال الاجتماع الثلاثي، وأيضا تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل. منها إذا تحدثنا عن الشق السياسي، هناك توافق في الرؤى في العديد من القضايا الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية وضرورة حل القضية الفلسطينية، حل عادل للقضية الفلسطينية بأن يكون هناك عدم إملاءات بالنسبة للشعب الفلسطيني وخاصة وحماية أيضا المقدسات الفلسطينية. هذه من ناحية، من ناحية أخرى أيضا هناك تطابق في الرؤى بين الجانب العراقي والجانب الأردني والجانب المصري في الملف الليبي وضرورة تثبيت الهدنة وأن يكون هناك حوار سياسي للخروج من الأزمة كما تحدث السيد سامح شكري، وأن وفقا لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في ألمانيا وأيضا وفقا لأن المجتمع الدولي الآن يريد أن يتم حل المشكلة الليبية وفقا للرؤية المصرية بعدم التدخلات الإقليمية أو التدخلات الدولية، خاصة مع وجود بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغرب الليبي التي تهدد ليس فقط الأمن القومي المصري ولكن تهدد الأمن في شمال إفريقيا. هناك أيضا توافق في حل القضية السورية بأن يكون هناك مرجعية وهو القرار مجلس الأمن 2254 الذي يقتضي بضرورة المحافظة على التراب السوري وعدم السماح بالتدخلات التركية في الأراضي السورية والأطماع التركية التي شهدناها. ونجد أيضا أن الجانب المصري يقف لهذه الأطماع سواء كان في شرق البحر المتوسط في عملية نهب للغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط من خلال منتدى شرق البحر المتوسط الذي تزعمته مصر وأصبح الآن منصة عالمية بعد نجاح السياسة المصرية في عرض فكرتها بأن تتحقق في أن تكون منصة للطاقة ومركز إقليمي للطاقة. الآن العراق مصر تثمن الجهود العراقية في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب
خاصة مع وجود عناصر لتنظيم داعش ما زالت تهدد أمن واستقرار الدولة العراقية، بالإضافة أيضا إلى تهديد الحدود مع الأردن. هناك أيضا التدخلات التركية في الشمال العراقي ورفض هذه التدخلات، سواء كان من قبل القيادة المصرية أو القيادة الأردنية أو جامعة الدول العربية. ولعل اللقاء الذي تم ما بين وزير الخارجية بالأمس فؤاد حسين مع أمين عام جامعة الدول العربية بعدم السماح وأيضا رفض التدخلات التركية في الشمال العراقي، بالإضافة أيضا إلى التجاذبات الإقليمية سواء كان مع الجانب التركي أو الجانب الإيراني. طيب أستاذ محمد، يعني كان لهذه المباحثات أو هذه الألية عناوين اقتصادية بارزة، لكن أيضا عناوين سياسية حضرتك حدثنا عن معظمها في هذه الملفات، لكن خليني أتحدث عن فكرة أنه هذا التكتل الثلاثي يأتي في ظل نظام إقليمي مظلته جامعة الدول العربية، في أي مسار يسير هذا التكتل وهو يأتي في ظل مظلة أوسع إقليمية؟ منذ قليل تحدثت على الجانب السياسي، أما الجانب الاقتصادي وهو تفعيل المذكرات الاقتصادية والاتفاقيات الاقتصادية ما بين الدول العربية كما تحدث السيد أيمن الصفدي. تم الاتفاق على آليات وقوانين المناطق الصناعية بين الدول الثلاث، تم الاتفاق أيضا على مد خطوط الإنتاج الطاقة الكهربائية وتغذية الجانب العراقي والجانب الأردني من خلال الجانب المصري. لعل إن كنت تسمعني أستاذ محمد، يعني أسأل عن فكرة التكتل الإقليمي داخل نظام إقليمي أوسع منه مظلته هي جامعة الدول العربية، يعني ربما سنعود لاحقا إلى الحديث بالتفصيل عن المسار الاقتصادي وتفعيل مذكرات التفاهم. الاجتماعات التي تتم خلال القمم الثلاث بمباركة الجامعة الدول العربية، والدليل على ذلك أن وزراء الخارجية سواء كان العراقي أو الأردني أطلع السيد أمين عام جامعة الدول العربية على هذه المباحثات، سواء كان مباحثات سياسية أو مباحثات اقتصادية وأيضا أمنية تحت مظلة جامعة الدول العربية. هذه الاجتماعات لن تكون أبدا بعيدا عن جامعة الدول العربية، ومن ثم جامعة الدول العربية تسمن هذا التوحد وهذه الرؤية المشتركة ما بين الدول الثلاث لكي تكون أداة من أدوات الضغط بالنسبة للمحافل الدولية والتنسيق في الرؤى ما بين الدول الثلاث. طيب، جاء على لسان وزير الخارجية الأردني السيد أيمن الصفدي أنه لابد من حماية العراق من التدخلات الإقليمية أو من تداعيات أي خلافات إقليمية. إذا كان يعني يعيش العراق وضعا أمنيا وسياسيا خاصة طبعا، يعني للظروف التي شهدها العراق على مدار العقود الماضية، كيف نقرب رؤية العراق أو وضع العراق أو الطرح العراقي في هذه المنظومة الثلاثية أستاذ محمد؟ المنظومة الثلاثية الهدف منها هو التقارب العراقي العربي وعودة الدور العراقي إلى الحضن العربي وإلى الكلمة العربية والموحدة، خاصة مع وجود تدخلات إيرانية في الجانب العراقي وفي الشارع العراقي من خلال دعم بعض الفصائل المسلحة سواء كان الحشد الشعبي أو غيرها. هناك أيضا التدخلات التركية، ونحن نعلم أن تركيا تتدخل ولديها قواعد عسكرية في الشمال العراقي تحت مزاعم تدخلات حزب العمال الكردستاني، وأنه يشكل تهديدا للأمن بالنسبة للدولة التركية. الآن الموقف المصري والموقف العربي الآن الهدف منه هو الوقوف ضد هذه التدخلات وضد هذه التجاذبات، سواء كان التجاذبات الإيرانية أو التجاذبات التركية، خاصة مع وجود دول عربية راعية وداعمة لهذه الرؤى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومثل أيضا بعض القوى الدولية مثل فرنسا التي ترفض عملية التدخلات والهيمنة بالنسبة لتركيا سواء كان في الشمال العراقي أو سواء كان في شرق البحر المتوسط أو في الملف الليبي. على ذكر حماية العراق، كيف يمكن أن تتم حماية العراق؟ يعني هل هنا على الدول أن تقوم هي بذلك أم ماذا؟ كيف يتم تفعيل ذلك؟ يعني حماية الشعب العراقي أولا تأتي من الداخل، عندما يكون هناك توافق ما بين الطوائف العراقية ونبذ العنف والكراهية والمحصصات السياسية القائمة على الطائفية، هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا انفتاح العراق على محيطها الإقليمي،
وعلى الدول العربية وخاصة محور الاعتداء السني المتمثل في المملكة العربية السعودية ومصر. هناك أيضا من خلال تقديم الدعم للعراق، سواء كان الدعم اللوجستي أو الدعم من خلال أيضا تدريب العناصر القوات المسلحة العراقية وإنشاء جيش قوي للشعب العراقي يدافع عن أراضيه، وأيضا أن تقف الدول العربية بجانب العراق في التصدي للتدخلات التركية في الشمال وأيضا من الهيمنة الإيرانية. هل هذه الآلية الثلاثية أستاذ محمد يعني من الممكن أن يدخل إليها عدد آخر من الدول العربية إن أرادت هذه الدول، أم هي يعني لها معايير تجمع بين مصر والعراق والأردن وبالتالي تظل مغلقة على هذه الدول الثلاثة؟ يعني هو سؤالك في غاية الأهمية، خاصة أن الدول الثلاث هي نواة للشام الجديد، وهذا المشروع الذي تم طرحه من قبل العراق على النسق الأوروبي بأن يكون هناك اتحاد إقليمي به العديد من الدول العربية، وكان هناك يعني نأمل أن يكون هناك، العراق تأمل أن يكون هناك تواجد للعديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج في هذا الشكل أو هذا الكيان الذي تحاول العراق من خلاله وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ورضا من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هذا الكيان يحقق تعاون سياسي وتعاون أمني وتعاون اقتصادي يحقق النفع للدول المشاركة، بالإضافة أيضا للتصدي للتدخلات التركية والتدخلات الإيرانية في المنطقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.